حضرتك قلتي مرة إن المسرح المستقل هو جزء من هويتنا الثقافية، كنت تقصدي إيه؟ كنت أقصد اللي قلته من شوية، إنه مش متمركز في مصر أو في القاهرة، وحتى مش متمركز في وسط البلد. يعني معظم المسارح في وسط البلد، يعني القومي في العتبة والسلام وميامي والجمهورية والأوبرا. ده حتى مرات المسرح بيبقى فيه فرق في شبرا، بيبقى فيه فرق في حلوين بتعرض في حلوين، بيبقى فيه فرق بتعرض في الجيزة أو في المنيا أو في سوهاج أو كده. فهو الفرق دي، وأنا على فكرة شايفة قريب، يعني وزارة الشباب على فكرة مثلا بتدعم فرق مسرحية، أنا شفته قريب كان السنة اللي فاتت يمكن، فرق مسرحية جاية من الواحات وجاية من سيوة. ده شيء جميل حقيقي. فده طبعا هم بيعملوا مسرح خاص بيهم، خاص ببيئتهم، البيئة دي، الملابس دي، العادات دي. فطبعا المسرح المستقل والفرق المستقلة ليها علاقة بالبيئة اللي احنا جايين منها. ومن الممكن أن تنتقل بين المحافظات حتى يبقى في نوع من المعرفة. بالضبط. أنا عايزة أقولك في ناس كتير قوي بيفخروا انهم بيسافروا بره مصر وهم ما شافوش مصر، يعني ما شافوا. فاظن انه المسرح بالذات مسرح الاقاليم، وهنا ياتي برضو دور، مش بس المسرح المستقل، ياتي دور الثقافه الجماهيريه. ايوه، يعني في غايه الاهميه الثقافه الجماهيريه، في غايه. يعني حضرتك شايفه انه مثلا ان قصور الثقافه يعني لابد أن تعود إلى سابق عهدها من يعني الانتشار ومن كثافة العمل. بالضبط. فكل مسرح من كل منطقة خارج القاهرة بيعبر عن هوية المنطقة دي. صحيح. فمحتاجة ثقافة جماهيرية ومحتاجة فرق مستقلة. أما بنقول سينما مستقل، عرفنا معناها، هل في حاجة اسمها مخرج مستقل؟ اللي بيعمل السينما المستقلة مخرج مستقل فقط، اللي ما عندوش القناة المعروفة بتاعت انه يجيب النص، او تعالي نقول دلوقتي لازم نقول النظام دلوقتي. المنتج بيقول انا عايز اعمل فيلم لسين اللي هو نجم او نجمة الشباك، وبعدين يفكروا في المخرج والموضوع، احنا عايزين موضوع لفلان وعلانة مثلا عشان عايزين فيلم تجاري. المخرج المستقل قليل قوي في السينما التجارية انه المخرج ياخد الورق بتاعه ويروح للمنتج، أو العكس، المنتج يبقى عنده سكريبت ويدور، وده بيحصل في هوليوود مثلا، إنه المنتج البداية من عند المنتج يبقى عنده سكريبت، يدور له على مخرج يليق على السكريبت ويدور على عناصر تليق على السكريبت. قليل قوي ده بيحصل في مصر. اللي بيحصل في مصر إن احنا بندور على النجوم، نعمل نشوف الموضوع إيه، وبعدين نبقى نشوف مخرج. المخرج المستقل بقى هو صاحب مشروعه. يعني حضرتك بتقولي دلوقتي ان المخرج يعني بيبحث مثلا عن النجم، او المنتج كمان بيبحث عن النجم. السينما التجارية.